والمباراة اللي هتبدأ بعد قليل وهي المباراة للمنتخب البرازيلي اللي تعادل مع سويسرا واللي الناس كلها منتظرة ظهوره الأول مكرر بقى أو ظهوره الأول الفعلي في المونديال. يا ثامر ما التشكيلة الحقيقية لمنتخب البرازيل؟ نقولها سريعا عشان تقول لنا برضو أليسون، ميراندا، تياجو سيلفا زي ما احنا كده، فاجنر مكان دانيلو ده أول تغيير، مارسيلو زي ما احنا، كاسيميرو زي ما احنا، باولينو زي ما احنا، كوتينيو زي ما احنا، ويليان زي ما احنا، نيمار زي ما احنا، جابرييل جيسوس زي ما احنا. والله يا عفيفي بص مش عارف، مش مقتنع برضو بموضوع كوتينيو وباولينيو، ما اعرفش يعني. انت عايز تحط مين مكان مين؟ زي ما قلت لك لازم ياخد اولا بص يا عفيفي هو بيلعب كوستاريكا. انت عاوز تفهمني ان كوستاريكا هتنزل تلعب قدامك جيم مفتوح؟ والله في المونديال ده تامر الواحد بيأمن على محفظته وهو داخل الاستوديو يعني، فالمونديال ده الواحد يخاف منه. محدش هيلعب جيم مفتوح قدامك. طيب انت عاوز تستحوذ على الكوره وفي نفس الوقت عاوز تعطل الهجمه المرتده، انا مش شايف ان ده هيساعدك في الاستحواذ، رغم انه بيلعب في برشلونه طبعا ملوك الاستحواذ. شرحه كوتينيو انا موافق على ده، كان وجهه نظري الشخصيه ان كوتينيو ان نيمار يدخل في العمق شويه مركز 10 وكوتينيو او يبقى فيه تبادل دايما ما بينهم ويبقى باولينو وباولينو كاسيميرو بس. مظبوط، بس انا في هنا ثغره بقى في النقطه دي. اقول لك ايه بالتبادل عفيف مش شرط يعني، مثلا ممكن كوتينيو يدخل يعني ما عنديش مشكله. المشكله عندي مش هنا، المشكله عندي في حاجه تانية. بص يا تامر، زي ما انت عارف في لعيبه بتلعب والكوره معاها، في لعيبه بتلعب تحت الكوره ولعيبه بتلعب قدام الكوره، دي حقيقه. يعني في لعيب هو اللي يسلم وفي لعيب هو اللي بينطلق عشان يستلم. كوتينيو بيلعب تحت الكوره، كوتينيو مش اللعيب اللي هينطلق ويجيله السروق هو والجول مثلا، او ينطلق عشان تلعب له عرضيه يقطع القريبه يحطها بالهيد، هو مش الشخص ده. كوتينيو بيلعب الكوره في رجله فهو بيلعب تحت الكوره، نيمار بيلعب هو تحت الكوره، طبعا جابريل جيسوس هو الوحيد اللي بيلعب فوق الكوره، بيلعب تحت الكوره والكوره مع البرازيل. لا بتكلم الكوره مع البرازيل، يبقى جايب من المواجهه يعني، والكوره مع البرازيل مش هو الشخص اللي بينطلق عشان ياخدها، لا ده هو الشخص اللي بيسلمها. انت فاهم قصدي ايه؟ تمام. يعني مثلا زي ما نقول مثلا عن ميسي وكريستيانو رونالدو، ميسي بيلعب تحت الكوره اكتر عشان يسلم، ورونالدو لا، رونالدو يلعب فوق الكوره عادي ويجري والكوره تتلعب له هو. فانت عندك هنا بيلعب تحت الكوره كوتينيو، بيلعب تحت الكوره نيمار، بيلعب تحت الكوره ويليان، اللعيب الوحيد اللي بيلعب فوق الكوره في نص الملعب هو باولينو. يعني هو اللعيب الوحيد اللي يقدر يقطع فجاه يساعد جابرييل جيسوس ويبقى هو الشخص اللي الكوره تحت وهو قدامها ومستنيه تتلعب له، مثلا يلعب بالهيد او يحط رجله زي ما بيحصل مع برشلونه كتير. باولينو بس انا شايف باولينو بيديك اوبشن، بيجيد النواحي الدفاعيه اكتر من النواحي الهجوميه عفيفي. طبعا بس هو عنده الاوبشن ده، يعني انت دلوقتي لو هنفترض ان انت لعبت باثنين بيدافعوا بس، هو باولينو بيزيد كتير قوي، بس هفترض انت لعبت باثنين بيدافعوا بس، فانت عندك نيمار كوتينيو ويليان، ايا كان الكوره دخلت ال 18 في مين ال 18؟ عفوا جابرييل جيسوس بس. فانت في الحاله دي هيبقى عندك الكوره وعندك المهاره بس ما عندكش الخطوره، اما ان الخطوره ان نيمار يقدر يعدي ويشوط، اما ان الخطوره ان كوتينيو يجي من المساحه المفضله ويعدي ويشوط، لكن الكثافه العدديه في العمق الهجومي ما بيوفرهاش غير لاعب، ولاعب تاني عنده الاوبشن الخفي اللي هو باولينو ده من وجهه نظري يعني. اوكي، ودي قيمه باولينو، انك الوينجات دايما اتمر في الفرق الوينج المثالي بالنسبه لي هو الوينج اللي يقدر يصنع اللعب ويقدر يبقى فيرود كمان، ده مش متوفر في البرازيل. اقف بقى عند الكلمه دي بعد اذنك. الفرود المثالي اللي ايه؟ عيدها تاني. عايز تروح توماس مولر انت صح؟ لا 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 والله خالص. لا بس هو للامانه توماس مولر بيعرف يعمل دي. ماشي بس انا مش هجيب سيره المانيا خالص. يقدر يصنع اللعب كوينج ويقدر يدخل كمان فرود يكمل. افتح كده بعد اذنك الاحتياطي اللي عندك. هعمل لي مفاجاه جوه ولا ايه؟ مش حاطين الاحتياطي. طيب لو تفتكر عفيف المباراه اللي فاتت قلت لك ايه؟ لو انا مكان تشيتشن المدير الفني البرازيلي للبرازيل النهارده، اطلع فين باولينيو ده باولينيو، اطلع باولينيو بره والعب بكوتينيو ده فين، ادي كوتينيو وانزل هنا مين؟ مين بقى؟ فيرمينو. دي وجهه نظر، دي وجهه نظر، دي وجهه نظر. هتلاعب كوستاريكا. لا لا لا، بس ساعتها هقول لك بقى، هقول لك هتتحول والكره في رجلك 4-1-4. العب بجيسوس هنا وفيرمينو جوه، ايا كان المهم هيبقى عندك اثنين يعني عشان هو اسرع وامهر. المهم هيبقى عندك اثنين، هيبقى عندك اثنين يقدروا يعملوا لك الكثافه. بمناسبه افكار تيتي، يلا تيجي نشوف بسرعه كده بروفايل تيتي او تيتي حسب يعني اللغه البرتغاليه او الانجليزيه، زي برضو مش عارف جوميز وجومش. اي مظبوط، الاسبانيه والبرتغاليه. بينا بسرعه نتعرف على تشيتشي ونتعرف على الكي بلاير الاهم اللي كلنا طبعا عارفينه. طبعا تشيتشي 57 سنه، برازيلي، بيدرب الفريق من يونيو 2016، لعب 22 في 17، تعادل 4، هزيمه واحده فقط
كانت هزيمته كمان المباراه الاولى تامر، وكانت امام تشيلي، ورجع انتقم من تشيلي في الاخر وخرجها بره المونديال خالص بسبب هزيمته الاولى اللي معكره صفو السي في بتاعه في تدريب البرازيل. الكي بلاير طبعا الاهم والابرز نيمار اكيد، نيمار دا سيلفا 26 سنة 86 مباراة دولية، سجل 55 صنع 36، يلعب في بي اس جي باريس سان جيرمان، لعب الموسم ده 30، سجل 16 وصنع 28. تامر المباراة على بعد دقايق توقع ايه؟ لا متوقع فوز البرازيل قدام كوستاريكا، متوقع فوز يعني مش خلاص المونديال ده علمنا خلاص مفيش. متوقع 2-0 للبرازيل. توقع 2-0 للبرازيل، وانا توقعاتي مش هقول ان توقع حرام زي ما انتم عارفين.